سادومبا او غير سادومبا، احنا بنتفاوض مع لعيبه كتيره جدا. فانت عارفه النادي الاهلي ما عندوش حته انه يعلن عن اي تفاوضات او اي لعيبه بشانها او بشان هذه المفاوضات الا بعد الانتهاء. سادومبا زيه زي غيره من لاعبين للنادي الاهلي بيسعى الى انضمامهم للنادي الاهلي. في مفاوضات بيننا وبين بعض، انما يعني واصلة لمراحل اتمنى ان شاء الله باذن الله تكون فيها ايجابيه ان شاء الله الفتره. احمد شكري ودومينيك من اللعيبه الجيدين الموجودين في النادي الاهلي، انما في المرحله اللي احنا فيها والمرحله القادمه النادي الاهلي دايما في تفاهم جيد بينه وبين اللعيبه اللي عنده. لو في اي حد بيجي له اي عرض بيعرضه على لجنه الكوره، ولجنه الكوره بتوافق او ما بتوافقش ده شيء بيرجع للجنه الكوره ومجلس اداره النادي الاهلي. فاعتقد انه الى الان ما فيش حاجه جت بالنسبه للاعبين لي انا كتسويق رياضي، وان كنت بسمع كده وبقرا كده كلام كتير في الجرايد الا انه رسميا بالنسبه لنا ما فيش حاجه لسه جت.